تفضلي بوسي وصالحية. لا انت زودت كثير. بوس ايدك كل شيء لمرتي، امبارح ما صدقت انت خلصت من حلقه. روح اقعد على مكتبك. بالاول خدي مني الورده شميها، ريحتها حلوه كثير. شمميني اياها. روح القطة وشمها. مرتي منال، مرتي منال بنت حلال، انا كنت جاي لعندك على المكتب. خير؟ ليك جاي لعندي على المكتب مشان تبع، مشان اقدم لك الورده. تفضلي. منالك هاي؟ هاي من ال عم بسألك، ما ترد منالك الورده الحمراء؟ من هنا من الحمراء من ال لك شبك متلبك، مين هدتك اياها؟ ورده، قصدي الانسه ورده. الله الله، هذا اللي كان ناقصنا. عم تهدوا بعضكم، ورده احمر كمان. شو انسه ورده؟ اذا كنتي لهلا مانك قادر تلاقي عريس بتلطشي رجال من نسوانا؟ ارجوكي مدام منال، ما في داعي لهالحكي. بالله انا حكي بتحبي حكيك يا؟ شو معنات انسه مثلك تهدي رجال متجوز ورده حمراء؟ الا اذا كان بتلطشه من مرته. غلطانه كثير يا مدام، انا ماني مضطره التش واحد مثل هاد من مرته. بعدين لمعلوماتك انا كل يوم بتقدم لي عريسين وما برضى فيهم، لذلك ماني مضطره التش رجال. الله يبارك لك فيه، حلو مثله منك. واذا بدك تعرفي قصه الورده الحمراء جوزك قدامك ساليه. هات لي شو تحكي لي، شو قصه الورده الحمراء؟ روقي مشان تقدري تستوعبي القصة. لا انا كثير هادية. هي كل القصة وما فيها انه في مراجع الصبح كان جاي لعند وردة، قصدي الانسة وردة، مشان ياخذ معاملته، وكان جايب لها الوردة الحمراء لوردة، قصدي الانسة وردة، قامت هي رفضت تاخذها. لما رفضت تاخذها قمت انا اخذتها مشان ما اكسفه، بتعرف الخجلة يعني كثير صعبة، قمت قلت لحالي باخذها انا مشان اقدم لك، وكنت انا جاي لعندك مشان اعطيك الوردة. الوردة ها، وليش كانت الوردة واقعة على الارض؟ على الارض؟ اي مزبوط، كانت واقعة على الارض صحيح. شو كانت واقعة على الارض؟ هي لانه لما وردة، قصدي انسة وردة، رفضت تاخذ الوردة من المراجع، قام المراجع زعل كثير، قلت له اعطيني اياها، قام راح هيك زتها على الارض وقال لي روح خذها. بتعرف يعني الرجال قليل ذوق والخجلة صعبة، وخاصة اذا كان رجال. فعلا. لشوف قل لي، ليش الصبح طلعت من البيت قبل وما استنيتنا نرجع الشغل سوا؟ مريت لعند امي قبل الدوام. ها، وليش مريت لعند امك بقى؟ شي حلو. بدك تحاسبيني كمان اذا مريت لعند امي؟ شوفي ما بسمح لك تتدخلي بنوب بيني وبين امي. هي امي وبزورها انت ما بدي، لانه امي ام، والام مدرسة اذا اعددتها. انا ما عم قلك لي زرتها. بزورها انت ما بدك، انا عم بسألك ليش زرتها. شي حلو، وليش الواحد بيزور امه؟ يعني لازم يكون في سبب لحتى الواحد يزور امه. هيك خطر على بالي، اشتقت لها، قلت لحالي مر لعندها واشرب انا وياها فنجان قهوه واطمن عليها، لانه مثل ما بتعرفي انه الجنه تحت اقدام الامهات. ثاني مره وقت اللي بدك تروح لعند امك قل لي، بنروح بنطمن عليها سوا. ها هيك من الاول حاكيني. بتمون لا عيونك. تفضل يا حلو. شكرا. عفوا وردي. شو مبين راجع من عند جوزك ومعك وردة؟ مين هداك اياها؟ جوزي. وعرفتي وين كان قبل ما يجي على الشغل؟ كان عند امه. بس قلبي عم يقول لي غير هيك، اكيد عم يكذب. ما بعرفه، بس يلطش بحاله بكون عم يكذب. يا منال كبري عقلك، يكون محل ما يكون، لا تنزع عيشتك بايدك. لازم اتاكد. الحمد لله ما انا هون. وينه؟ مين يعني؟ جوزي. والله ما بعرف. لك مين اللي بيعرف؟ انا شو بعرفني، هلا فتحت غرفه انا. وين كنتي؟ شو دخلك وين كنت؟ كنت محل ما كنت، ما تركتك انت وجوزك مشان تتفاهموا. شو ما حكى لك قصه الورده الحمراء؟ حكى لي. رجاني يا مدام تفهميه، بطل هالحركات. انا حركات؟ حركات الورده الحمراء. شو بها؟ ما عم تقولي حكى لي. إيه ما في مانع تحكي لي اياها مره ثانيه. جوزك يا مدام فات الصبح على المديرية وبيده وردة حمراء وعطاني اياها لي انا، ولاني انا بخطف الرجال من زوجاتهم، ولانه انا ما بتقدم لي عرسان رفضت اخذها وزتت له اياها على الارض. لذلك يا مدام بتفهمي جوزك انه يبطل هالحركات، والا انا بدي اعرف كيف لاقي له حد. دير اعصابك. اذا بتريدي
انت وردة، تركينا لحالنا شي خمس دقايق بس. حاضر. وردة عفوا انسة وردة، ما في داعي تركي حالك، بطلع انا ومرتي لبرا بنطلع. قلت لي المراجعة قدم للوردة لوردة ورفضتها. برافو عليها، برافو. انسة بتعرف تلبس، قصدي بتعرف تحترم نفسها. وانت ايمتى بدك تصير تحترم حالك؟ لا لا يا منال، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ليش انا امتى كنت ما احترم نفسي؟ لك سالم لا تكذب علي، وردة حكت لها قصة الوردة. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ شلون وردة حكت لك قصة الوردة؟ ليش الوردة بتحكي؟ شو سالم ما تلف وتدور علي؟ اللي وين كنت الصبح قبل ما تيجي على الدوام؟ هلا بدك تحقق قصة الوردة ولا قصة وين كنت قبل الدوام؟ لا هيك ما بيصير، نقي لك موضوع وحقق فيه، اما تخلطي الحابل بالنابل هيك ما بيصير، انا بضيق. بلش لشوف بقصة وين كنت الصبح قبل ما تيجي على الدوام، ولمعلومك انا اتصلت بمرت عمي وقالت لي ما شافتك اليوم بنوب. اتصلتي بمرت عمك؟ يعني امي؟ امي؟ لا كثير هيك، شو بدك اياها تقول عني انه ماني حسنان قطبتك؟ شوف سالم ما طلع لي بالعالي، اللي وين رحت الصبح قبل ما تيجي على الدوام؟ يا انسة عفوا يا مرتي، انا امتى ما بدي بروح وامتى ما بدي بجي، عرفتي ولا ما عرفتي؟ هون محل شغل مو بيت، اتفضلي قري شو مكتوب هون على الباب، شو مكتوب؟ دراسات. حلقي ماشي الحال يا سالم، ما بدك تحكي بسيطة، برجيك من البيت. يلا تفضلي، خلص المشهد الله يعطيكم العافية، تفضلي. وردة؟ آنسة وردة. وردة؟ قلت لك آنسة وردة. عفوا آنسة وردة، شوفي لي هالقرار هذا مزبوط ولا في شيء هيك خطأ؟ فرجيني لشوف. قرار صحيح ما في شيء. اسلموا. صياغة العبارة كأنه مو سليمة، شوفي هي 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 العبارة. العبارة صحيحة ما فيها شيء. ماشي، شكرا شكرا شكرا. لا مو طبيعية الجملة، شوفي تركيبتها شلون. هي بعد عني حاجة تنزل فيني. طبقها شو لسه سردنا. شو هالكلمة؟ شو هالكلمة هاي؟ شو هالكلمة؟ ارجع لمكتبك بقى ارجع! القرار صحيح ما في شيء. أنا كان قصدي إنه إيف، الله يتوب علينا من هالمصلحة يا رب. يعطيك العافية يا سوردي. الله يعافيك أهلين، أهلا وسهلا. إن شاء الله ما عملتي خلطة. ذكرني باسمك لو سمح. نسيم. شو؟ نسيم. نسيم؟ ادفع الرسوم ورجع لي اياها. شكرا كثير لك. يلا اطلع اطلع اطلع. لا عود. شو سمعت انك مساعد زوجتك ومهددها بالطلاق، صح الحكي؟ اجت اشتكت لها؟ لا لا، هي ما اجت اشتكت لي بقدر ما اجت طلبت مني اتدخل لحل الاشكال اللي بينك وبينها. معقول يا رجل واحد عنده امراه جوهره مثل هي بيهددها بالطلاق لانه سالته سؤال صغير، وين كنت لهلا؟ لك انت لازم تنبسط، اسالني انا، بقصد الرجال منا نحن لازم يكون كثير سعيد لما زوجته بتساله وبتغار عليه لانه هالشيء دليل محبه. استاذ انا ما قلت شيء، بس هي هلكتني، هلكتني بغيرتها واسئلتها. هلا سؤال صغير، وين كنت لهلا؟ هلكك؟ هيك قالت لها، بس سؤال صغير وبس. لك انا شو سألتها؟ قل لي استاذ. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك عملت فيه ساعة سماعة، ساعة ورا ساعة، ساعة ورا ساعة، السؤال ورا السؤال، السؤال ورا السؤال، لحتى نشبت لي ريقي وطلعتني عن طوري. قمت هددتها بالطلاق. عود تفضل تفضل حكيني، شو سألتك؟ احكي لي بالتفصيل الممل كل الأسئلة. استاذ سألتني وين كنت لهلا؟ مع مين كنت سهران؟
شو اسم المرة اللي كنت سهران معها؟ شو حكيت؟ احكي لي بالتفصيل أوام، شو حكيت أنت وياها؟ مطلقة ولا متجوزة؟ شو لون شعرها؟ أسود ولا أحمر؟ نيالك يا ريتني كنت بدالك. وين وعدت مرة تانية؟ بشعة ولا حلوة؟ طويلة ولا قصيرة؟ سمينة ولا نحيفة؟ وعدتها بالزواج ولا عم تضحك عليها؟ وعدتها بدك تتجوزها وتسكنها ببيت لحالها ولا بدك تجيب علي ضرها؟ كمل، ليش وقفت؟ كمل. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا استاذ، وهي نازله في اسئله، وحكت معي يا استاذ شي بينحكى وشي ما بينحكى، وانا اتدخل عليها وقلت لها والله كنت سهران مع رفقاتي عم بلعب انا وياهم بالشده تريكس وما تصدقني، وبدي نام يا استاذ انا تعبان، هددتها بالطلاق وبدي طلقها. لا 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 بس يا استاذ سالم، هي الجمله الاخيره انا قلي عليها تحفظات كثير. شو طلقها وما طلقها؟ واحد عنده هيك زوجة جوهرة الماسي. تفضل اخي تفضل، شرفه بالسلم تفضل. واحد عنده مثل الست منال بتغار عليه، بتسأله وين كنت، مع مين سهرت، ليش تأخرت، ليش لبست، وبيقول بدي طلقها. الله يسامحك يا سلوم. قالينا بالجمل، بس كل شيء يعني زاد عن حده انقلب لضده. يعني حبها الزائد إلي وغيرتها علي مسبب لي إشكال كتير كبير وإزعاج كبير، وبتعرف يعني لكل شيء إذا ما تم نقصان، ويا ريت هيك وبس. ليش في شيء تاني احكي لي؟ أستاذ بتغار علي من كل شيء اسمه حلو، ما بيصير طلع بوحدة حلوة، ما بيصير حاكي وحدة حلوة، والقهوة تسقيني إياها بدون سكر، والبرتقالة قبل ما تعطيني إياها بتدوقها إذا حلوة ما بتعطيني إياها، ويا ريت هيك وبس يا أستاذ. الزيتون ما بتفقشه، حذر ليش؟ عجزت مشان ما يحلى ويضل مر. كرهتني حياتي يا أستاذ. وقف. واحد عنده هيك سعادة ما بيستغني عنا بسهولة، بس الإنسان ما بيشعر بالشي اللي عنده إلا لحتى يخسره، وبعد ما يخسره بيحس بقيمته. بكرة إذا بطلت تغار عليك رح تكره عيشتك أنت، رح تكره عمرك أنت. طيب خلص، هلأ أنت بتروح بتاخد زوجتك بتروح على البيت وبتصالحها، وأنا مسامحكم بالوقت المتبقي من الدوام. يلا يلا. نفذت. هدول الموظفين مثل الزيتون ما بيحلو إلا بالرص. وإذا طلع لي حدا تنيح ولدكم رح يقدر يقنعون؟ طبعا رح يقنعون. إجا إجا. مرحبا. أهلين أستاذ سالم، تفضل. لا معلش بدنا نروح. وين بدكم تروحوا؟ بدنا نروح على البيت الاستاذ جميل، سمح لنا نروح. شو في بالبيت من هلا؟ ولا بدك تتركني لحالي تروح لعندها؟ مين هيك بيروح لعندها؟ اللي كنت معه امبارح. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال بدك تضلي لاخر الدوام، ضلي انا رايح على البيت. تعالوا هم من رايح، تعالوا هم. على البيت؟ البيت طبعا طبعا. بدك تروح على البيت لحالك قبلي مشان تقعد لحالك على التليفونات وتطق حالك مع هيك وتحكي مع هديك. منال منال شو هالحكي اللي عم تحكي؟ عيب عليكي، مين هي ومين هديك؟ لا مو عيب، سلوى وسامي بيعرفوا كل شيء عنك. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصني. عجبك؟ عجبك على الفضيحه؟ طول بالك يا استاذ سالم، كل شيء بالرواق بينحل. تفضل ارتاح لاطلب لك فنجان قهوه. لا معلش بدي اروح. بدك تروحي ولا لا؟ طبعا بدها تروح. اي حدا بيصلي يروح قبل نهايه الدوام بساعه وبيقول لا؟ يلا بنات امي روحي مع جوزك، امي جدبه ولا تنسي تجيبي لي حلوان. خلصينا قومي روحي. مشانك ها يا ستي، مشاني قومي.